نكمل تفسير سورة الرعد. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في آية 17 سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. في القرآن يضرب الله الأمثال يسهل لنا الفهم. نعقل هذا الكلام يسهل لرب العالمين الدين. ضرب المثال هذا مهم جدا. من هذه الأمثلة يضرب الله سبحانه لنا أمثلة الحق والباطل. شلون؟ أنزل من السماء ماء يعني المطر. ينزل المطر في مكان يكون فيه العيون، مكان الأودية والشعاب صغيرة والكبيرة. طبعا إذا كان كبيرة وتجر في الماء تجر في حتى السيارات، تذكرون اللي صار العام في بعض المناطق سبحان الله، حتى السيارات انجر سيارات وزنها طن ونص راحت بشر، يعني مناطق ثانية حتى البشر. طيب لما الماء هذا يجري، طيب شنو يطفو عليه؟ الزبد، هذه الفقاعات وشوية الوسخ والكلكس والأغصان الصغيرة. طيب يقول الله سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها، يعني كل واحد على حسب حجمه، فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الفقاعات الماء والوسخ والأغصان الصغيرة كلها تمشي هذه. طيب وكذلك ومما يوقدون عليه في النار، إذا يبون يصفون الذهب شو يصفون الذهب؟ يفتنونه. الفتنة يعني شنو؟ تأتي معنى الإحراق. لما هم على النار يفتنون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني حرقوا المؤمنين والمؤمنات. طيب فيفتنون الذهب، يحرقون الذهب. ليش؟ عشان يصفيه. الذهب الخالص وين يروح؟ فوق ولا تحت؟ يركض تحت. طيب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وهالشوائب هذه وين تروح؟ تطلع فوق. بس لما يبرد الكل يصير واضح، الحق يتضح، الذهب الخالص تحت والماء تحت والفقاعات هذه تروح اللي فوق، الزبد هذا يروح. وين هذا اللي مسوي لي سالفة لما تصور يبين كأنه شيء كبير بس يركض الماء وين راح؟ ولا شيء. هذا هو الباطل، يزهق الباطل. فلا تغتر بكبر الباطل. ليش؟ لأن مآله إلى صغر وأضمحلال. تظن الباطل على طول راح يكون كبير؟ فرعون ايش كبره؟ وينه؟ صار تاريخ. قوم عاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. يقول الله سبحانه وتعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما في مثلهم. ما لا تقول لي والله اللاعب الفلاني هذا طوله مترين وعشرة سنتي. الله سبحانه قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد. مترين ثلاثة أربع وين فوق بالسماء طوله؟ كم طوله؟ يمكن طوله يعني 10-15 متر. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أبو البشر أبونا آدم خلقه طوله 60 ذراع. كم 60 ذراع؟ يعني تقريبا 20 متر، 25 متر. وين إحنا الحين لو طوله مترين قلنا طنطل وين نقول لها. لا داود ولا شيء بالنسبة لي أبينا آدم. ها يعني آدم عليه السلام فصل كنا 10 من داود، 10-15. وصلت مترين داود؟ ما وصل. لا لا أقل شوي. أقل شوي. أنا نعيم. طيب فكلها راحت هذه. فالباطل يزهق. يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. أما الزبد فيذهب جفاء، يروح ويضمحل ولا شيء. وأما ما ينفع الناس، الماء موجود نستفيد منه عقب ما يخلص المطر. زين الناس طلعوا عندي تسكيات ها وحطوا البسطه ومستانسين وقاموا يبيعون ترزقون الله. ما شفتم هذه البحيره اللي صارت وين قريب من القصيم العام؟ اوه صار رزق، استانسوا. طيب
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ثم قال للذين استجابوا لربهم الحسنى، يعني الذين أطاعوا الله شنو لكم؟ الحسنى وهي الجنة. الحسنى هذا بعد أحسن، تذكرون لما قلنا ولله الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية بالجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى، مو أحسن لا فوقها بعد حسنى. بعد في شيء فوق الحسنى؟ إيه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. شنو هي زيادة؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم نعيم، أعظم نعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنك تسأل الله رؤيته في الجنة، اللهم إني أسألك لذة النظر إليك والشوق إلى لقائك، اللهم إني أسألك لذة النظر إليك أو إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أعظم والله أعظم نعيم أنك تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، اللهم جعلنا منه. والذين لا ينظرون إليهم البائسون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كفار ما يرون الله سبحانه وتعالى، ما يرون الله، محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، محجوبون عن أعظم نعيم أعظم لذة أنك ترى وجه الله. شلون؟ الله أعلم الكيفية، لكن اعمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. احرص على، طبعا احرص على كل الصلوات لكن بالذات صلاة الفجر والعصر. الفجر دايخين احنا نايمين شخيري، خاصة بشهر سبعة زين، أذان الفجر يمكن 3:30 4:15 زين، احنا تونا حاطين راسنا إجازة سهرانين ساعة واحنا نايمين شي قعدنا، فصعبة تصير. لكن ليه بالجنة يقوم. وصلاة العصر يعني مثل الأشهر اللي طافت، واحد تو راجع من الدوام، أنا دشيت البيت الساعة 2:30 3:45 مأذن العصر، وش قعدني؟ قوم تبي الجنة؟ واحد يدش الجنة ببلاش؟ جماعة في أحد يدش الجنة ببلاش؟ تخيل عند في امرأة مواصفاتها فول أوبشن، زواجها مهر 50 دينار، ذبح مذابح عليها الزاب داود ساكت خله زين. فالمهم انه يقول النبي عليه الصلاه والسلام الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. يعني سبحان الله الواحد لو هي بيصير طبيب ليل نهار يدرس، ليل نهار يدرس. والله اذكر لما كنا في الكليه في ناس ما يرجعون البيت، في ناس ما يرجعون البيت وقت امتحان، يعني أنا أرجع البيت أيه والشباب قاعدين بالكلية يدرسون بالمشرحة ويا الأموات، ويا الأموات قاعدين إذا كان في امتحان تشريح زين، ويا الجثث سبحان الله. ليش يسهر؟ ليش قاعد ويا الأموات؟ عشان بنجح بصير طبيب. طيب والجنة ما تستاهل؟ فيها صلاة، هو قاعد سهران طبعا مصلي، هو ذاك يوم مصلي بس كان عنده امتحان بيروح يصلي عشان الله يوفقه وغيره. الله يوفقك إذا صليت صلاة واحدة، احرص على الصلاة على طول، الصلاة ما على كيفك هذا فرض. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والذين لم يستجيبوا له، يعني الذين ما يطيعون الله، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. كل شوف الكنوز اللي بالأرض، كم كيلو ذهب، كم لتر نفط، طيب كم وكم من الزمرد والأسماك واللحوم، كم لو كل هذه المجوهرات والمعادن والأطعمة ومثلهم معاهم بعد زين، ثم الواحد يقول يوم القيامة يا رب بدفع كل هذا بس نجني من النار، ما ينفع ما ينفع. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث لما يصير يوم القيامة يؤتى بهذا الكافر، تعال لو كان عندك من كذا وكذا من الدنيا الذهب وغيره تفتدي به عشان طلعك من النار؟
قال إيه؟ قال له كذبت. ليش؟ لأن طلب منك أقل من ذلك أو أيسر من ذلك بكثير. طلب منك أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا ورفضت. الحين أنت تبي تقط كل الذهب وتقط عيالك وإخوانك وزوجتك وأبوك أمك، ما ينفع، ندم. فيا ابن آدم احرص، والله احرص على التوحيد وعلى الصلاة. والمرأة احرصي على الحجاب، وابتعدوا عن الموسيقى والقيل والقال وكثرة السؤال. خذ الدنيا كم سنة؟ 10، 20، 30، 40، 50، 60. زين استحمل، وراها حيحصل مدية في جنة النعيم. ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب، يعني حسابهم عسير والعياذ بالله. ومأواهم جهنم وبئس المهاد، بئس الشيء الذي يفترشونه، اللي هو عذاب جهنم. كافي، توقف عند هذا الحد. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا، يحفظ المسلمين في كل مكان، يقينا من هذا الوباء. طيب، ويعني يحفظ أخوان المسلمين المضطهدين السوريين، والمسلمين في الصين، المسلمين في الهند، المسلمين في أفريقيا، في كل مكان والله، في أوروبا، في أمريكا. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويحفظ بلادنا، ويغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم وأموات، وآخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.